فيك. الله يسلمك والله كل اللي لازم يجي ونزور كمان مره. اهلا وسهلا في حارة الحواري في الناصر. حواري في الناصر ومش بالقصة يعني 47 هنا ما هو متذكر انا مش عارف اني اللي جابوها من هناك. احنا كنا اولاد صغار ويقولوا هذا لمدنية. ايش اسمه هذا جارك اللي ترك الناصر مرة جلساتك عبر ايش اسمه؟ سرحان. سرحان سرحان بعد طيب هو ظني رجع. وين رجع؟ اخذوا ظني اولاده. بعثك اخذوه من هون لحتى يتعالج مسكين لانه مرض. طبعا. هون ما في شيء له علاج. بدي اقول بطلت اشوف غناماته في هالجناين. ما هو على فكرة ما هو بقراية الفاروق مرتب فاروق. له سنين. مش المرحوم ابو طه. وطه هذول كلهم كانوا الحوالي. انا فرحت. لما دخلت الناصر أول مرة بناتي حواري تفتح حواري مرحبة الحواري محل مدينة الحواري حواري فارغ. كثير هنا في الناصر. والله كلهم محترمين أنا فيك. والله محترمين. إن شاء الله خير. والله أهلا وسهلا. اتصلت مع الحج طلعت لنا شويتين. يلا كل بداج أناوي. أما هالمرة كلها مش بجوز هسه بدي يجي طالما أنا هون بدي. قلت أنا ما بطالب رايح جاي بتطلع له. انا ورثت الطابور الكبير باديته بس تعي ابن حدين. قلت له والله بتعمل ان شاء الله يعني بس ما كناش نفكر انه يقعد سنتين اللي بعد لحظه شويه مره سنتين تعال. شو رايكم نفطر عند الطابون؟ احنا هينا لنا ساعتين مكرمطين فيه. ايوه جيل طلع هلا بنعملها تلفون بتطلع اللحمه جيل طلع والعصريات بتحطن فيها الطابون يعني تغدى العصير؟ لا 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 ما يعني بده زي شو ما يعني في مفرزات على اساس انه على فطور انه تطلع لك صينيه من في الطابون. بارك الله فيك مره ثانيه بتحكي هي صدقت انه ما كانت مره ثانيه تعرف انا حوالي يعني في صندل محل ما طيب بفطرهم هنا كنت بتفطرها؟ هو انا قسم زوجتي والولد الصغير في صندلاء والبنت الكبيره والولد في الناصر تركناهم باقيين. نواف ما تتعذر وتعذر وتخلك عذورات. انت اللي بروح العصريات وانت تفطر هناك. بنفطرها. هلا بنعمل ايش اسمه احنا رايحين. بتطلع هاللحمه. احنا على اللحمات ولا كان مشان تعمل شوربة عدس لا الحامي اكبر الدنيا عدس لا لا بلاش عدس هذول الصينية بتعملها فيها اللحم شو اسمه فيها الفرن فيها الطابون الطابون احسن. احنا الاربعة والله مثل ما بقول احنا اليوم نفطور صايم بكون بلق اوكي هم بيفطروا واحنا بنفطر احنا صايم نفطور عنا اما جيل طلع جبل شو كلت؟ شو كلت ولا نعمل تلفون هسه لها ولا لما نروح؟ لم حسين احنا محطين يا زلمه لم حسين تفضل واحد هذا طلع البلد شو تبغى؟